بعد ما كانت الكلمة للإعلان عودنا نتابع نشطنا، وبنذكر أنه تاريخ 11/11/2011 العام الماضي مش بس كان رقم مميز لانطلاق نشطنا الفنية عبر شاشة أرابيكا، إنما في كثير من المناسبات تمت هداك التاريخ، ومنا تصوير كليب للفنان سعد رمضان مع المخرجة سيلفانا المولى بلقائهم الأول بأغنية نويلة اللي تصورت بالبقاع اللبناني بمنطقة بعلبك تحديدا. ب 11/11 بتتكرر التجربة هذا العام بين سعد رمضان وسيلفانا المولى بتصوير أغنية جديدة، ولكن هي باللهجة المصرية وبعنوان عين صابت. خلينا نروح نتابع أجواء التصوير والكواليس اللي تمت بجنوب لبنان تحت إدارة سيلفانا المولى، واللي بدي إلها هلأ مسبقا ألف مبروك لأنه خلال هذا الأسبوع حتتم خطوبتها. ألف مبروك لسيلفانا وألف مبروك إن شاء الله لسعد، وينكتب لها الكليب وهالأغنية النجاح مثل الأعمال السابقة اللي قدمتها. إحساسنا كان جميل وغرامنا كان جميل، العالم كان جميل وإحنا في حضن بعض، كان قلب عليك يميل قلبك نشوق يميل، شعره أحلامه لين واتنين بحبوا بعض. إحساسنا كان جميل وغرامنا كان جميل، العالم كان جميل واحنا حضن بعض. تابعتوا عبر الرشاط الإخبارية بكل نشاط أم في ما يخص أغنيات ألبومه الجديد، كنا بالاستوديو معه وبتصوير عدد من الكليبات. بكل لقاء كان يقلنا هناك ألبوم قريب انتظروه، ولكن مع تقدم الأيام ومرور عام 2012 بما أنه نحن أشرفنا على النهاية، على ما يبدو اليوم عم يسجل أو عم يصور آخر أغنية بالألبوم. نحن بضيعة الوردانية اللي هي جارة القمر، يعني هو القمر لأنه قريبة على برجة ضيعة القمر، فعم يصور كليب جديد. خليه خبرنا هل فعلا هي آخر أغنية، خبرنا عن الأجواء التصوير اليوم وتعاونه الثاني مع سيلفانا المولى. سعد رمضان مرحبا فيكم. أول شغلة أهلا وسهلا فيك عماد، وميرسي كتير لأنه أنت عطول يعني مرافقنا بكل شيء، كل شيء بنعمله، ميرسي كتير. أما بالنسبة للأغنية، لا هي مش آخر أغنية بالألبوم، هو عطول أنا عندي استراتيجية يعني أنه أخذ أغاني وخليهم يعني ضبهم لوقت لوقت معين، سو عندي أربع أو خمس أغاني بعد ما حدا سمعهم ومسجلين خالصين. بس فكرة الألبوم مثل ما قلت لك، يعني هلأ أنا برأيي السينجل هلأ أزبط شيء، إلا لا يجي كل شيء بوقته حلو يعني. أوريدي هني صاروا ألبوم، يعني صاروا سبعة وهلأ الثامنة، ثامنة أو تاسعة أغنية، فكل شيء بوقته حلو. هلأ أي أغنية اخترت من الألبوم هلأ؟ أغنية اسمها عين صابت، أغنية مصرية، هي كلمات عاصم حسين، ألحان خالد البكري وتوزيع خالد نبيل. هي أغنية مصرية بس من يعني فيها 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 شوية طرب على أغنية تقيلة كتير مع موسيقيا وبكلامها يعني وتوزيعها يعني كمان، فان شاء الله ان شاء الله يحبوها. وهي انتاج المولى برودكشن اكيد، وعم نصورها اليوم مع سيلفانا، هذا ثاني تعامل الي مع سيلفانا. ومثل ما كان الكليب الاولاني كتير حلو وحبته العالم، هو كليب نويلة، اكيد هيدا ان شاء الله يا رب، يعني نحن بنعمل اللي علينا وبالنهايه التوفيق من عند ربنا. ان شاء الله يا رب هيك يكون كليب حلو. هو جديد بالنسبه لي ك يعني كلوك وكتياب وكشعر وكالقصص كله، هيدا جديد. ان شاء الله تحبوا. كان قلبي عليك يمين قلبك نشوق يمين، شعره أحلامه ليل واتنين بحبوا بعض بحبوا بعض، كان بينا أحلى غرام في الكون بحاله، إحساس ولا الأحلام توصف جماله، الكون بحاله، إحساس ولا الأحلام توصف جماله. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ عم بيصير شيء كتير كبير، يعني احنا عم ناخد لقطات طلع بالهواء هون، شفت الهواء؟ هلا حننزل نحن بالبسين. وهذا عم نسأله للمشاهدة أنه الدنيا برد، بلش البرد بلبنان وبدو يعني مشكلتي عندي مشكلة بالكليبات، غيب أول كليب خلص الوقت كانت حرارة 2 تحت صفر وحطوني عم تشت الدنيا، ولا بدنا ننزل بتيابنا بالبسين. بس جود اكسبيرينس يعني مهم يطلع شيء حلو اهم شيء. كان بينا احلى غرام في
الكون بحاله احساس ولا الاحلام توصف جماله. كان بينا شوق وحنين وحب عمره سنين، كان بينا شوق وحنين وحب عمره سنين، واكيد في يوم راجعين لاجمل غرام. وداعي وصابت كتير حلو لقيتكم سعد. شو شعور هلا بنت تحت الماء؟ اني اغرق اغرق اغرق. ما تشوفك عيني ببعد عني، انا خليك حوالي يلي ساكن فيه، ما انت غرامي كلها. خبرينا عن الستوري بورد، عن الفكرة، عن القصة اللي عم تنبزيها، ومثل ما شايفين الموديل غير لبنانية. الموديل مزبوط غير لبنانية، هي أجنبية رومانية. حبينا نعمل شيء جديد بما انه هو يختلف عن نويلة، بما انه نويلة اغنية لبنانية فعين وصابت هي اغنية مصرية. هذا اللي بدي اقوله، هنيك نويلة شاب ناوي لصبية بده يجيبها انه لقربها لقلو بالمستحيل، ولكن في هون في صيبة عين الله يبعد عنا، صيبة العيون قلناها انه لساعد يا رب. فكيف بعدت العين عنكم بهالكليب؟ بهذا الكليب شفنا عين وصابة عادة لما واحد هيك وجعوا راسه بقولوا صيبة عين او اي شيء. نحن اخذنا هيدا يعني اخذنا الكونسبت تبع الموضوع بس حولناها بالكونتنت تبعي انا. جبنا افكار كثير حلوه وجديده، ان شاء الله تعجبكم. ما بحب احكي كثير عن الكليب وهيك، بحب اتركهم للمشاهد. شوي شوي فينا نقول صيبة العين مثلا اثرت على علاقه الحب ما بينه وما بين حبيبته سعد بالكليب؟ فينا نقول عائلة عايشة مبسوطة مرتاحة، يعني مثل كيف يشر العالم سبحان الله القدر، مثل كأنه عين وصابت وبليلة وضحاها بيقلب الموضوع، بصير في عنا حادثة معينة وبصير لا مش يا لطيف مش هالقد، بس انه يعني بمطرح معين بدنا نزعل وبدنا ننبسط وبدنا نزعل وبدنا ننبسط ونشوف بعدين شو. بالختام نكون مبسوطين ولا زعلانين؟ ما هيدا ما بقول لك، بدنا نزعل بدنا ننبسط، انتم حددوا بتنبسطوا ولا بتزعلوا. يوم مش بس عم تنفذي كليب واحد، عرفنا عم تعملوا دو كليب. بيوم اي لك بس اي مزبوط، عم نصور اليوم كليبين هن كونتينيوس لبعض، اغنية بتكمل اغنية هيك شفتها وكليب بكمل كليب كمان هيك شفته، فان شاء الله منشوفهم سوا. كان بينا شوق وحنين وحب عمره سنين، كان بينا شوق وحنين وحب عمره سنين، واكيد في يوم راجعين لأجمل غرام وداعي.